تبين قناة شوف الواقع تي في. معنا أحد المشجعين الكبار اللي كانوا تينشطوا المدرج المكانة، المشجع الكبير عمر بريسلي. عمر بريسلي، فين الغيبة هذه؟ الله يسهل عليكم اصحابك، تحية لهذا المنبر ونقول لكم الخوت فيليسيتاسيون فيليسيتاسيون على هذا الرباح. وحنا الله سبحانه وتعالى كرمنا بهذا الثروة اليوم. تاج اللي بزاف راه نزلت علينا بحال شي نقطة ديال الثلج بارد. هاد الثروة هادي والله العظيم فرحانين بزاف وقداش فرحانين بها. ولكن الحمد لله والشكر لله بما الدراري داروا الكوراج ولعبوا مزيان ووصلوا الفوطه وجابوا طروافهم الحمد لله. كنحييهم من هذا المنبر. شكرا بزاف اللي جوار، وكنتمنى الجروب يكون سودي كثر. عافاكم اللي الجروب، وكنتمنى المدرب سبحان المدرب حتى هو يدخل معنا في المنظومه ديال الرجاء باش يعرف كيفاش يخرجنا من هذا المعزق اللي فيه حنايا. هو ماشي معزق، ما مولفينش الترتيب وصافي، كيجينا واحد شويه غريب. حنا مولفين على البوديوم. الرجاء كبيره، الرجاء ديما تتلعب بزاف تاع الالقاب والامجاد والبطولات، ما كنكروش هذا الشيء، ولكن هذه البديه. كل حصان كبوه، كنمروا من بزاف د الحوايج والحمد لله الله سبحانه وتعالى. كنمرضوا وما كنموتوش وما كنجلسوش البونتوش، حنا ما كنجلسوش. سي عمر، الغيبه ديالك على مدرجة المكانه شنو السبب ديالها؟ افتقدناك. نو انا ما غايبش، الغائب الخاطئ. لكن افتقدناك، انت تتنشط لا المكانه عندها جنود خفاء ديالها، وانا كنبقى من دوك الجنود الخفاء. عمرنا ما كنخويو بالرجاء، ديما حنا في السراء والضراء، والسراء قبل وفي الضراء قبل السراء ديما. هذه معروفه على جمهور الرجاء، كيجي كي انيمي كيشجع كي سيبورتي من القلب ديالو، ما كيخليش من جهده الجمهور. هادشي اللي كنقولوا الحمد لله والشكر لله. تصور هذه مدروس ب 2005، والمدرب كنتمناو المدرب يمشي على الطريقه اللي كنبغيو حنا. راه الجمهور كيبغي يتمتع اداء ونتيجه. تيكي تاكا الرجاويه اللي معروف على الرجا. ايوا الحمد لله، يوفق الجميع وتحيه للجروبات الجمهور. كنحييهم من هذا المنبر، تحيه للجروب، شابو لكم كاملين عندك المجهودات اللي كتقوموا بها وعلى الابداعات وعلى الجديد اللي كديروا. الله يعطيكم الخير، وتحيه لجمهور الرجاء العالمي في جميع انحاء العالم، وتحيه رجاويه للجمهور المغربي كامل عامه. وشكرا لهذا المنبر، وديما رجاء الله يعلي الدرجه بلا حتى شي حاجه.